السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ اسعد جيمر معكم عساكم مع بخير، وش مسوين؟ وش علومكم؟ جايبين اليوم جيرز فور 3 اللعبة اللي موجودة فقط على الاكس بوكس. في البداية في اسماء الحين راح تطلع على الشاشة كيف خمس أسماء هم الخمس اسماء هذي هم الفائزين في الـ في الجيف الماضي اللي هو مو الماضي، الجيف حق البلاي ستيشن او السوني بطايق السوني ال 20 دولار. خمس اشخاص انتم راح توصلكم مسجات اليوم من ان شاء الله او بكرة. بستنى منك رد عشان ارسل لكم الارقام الخاصه بالبطاقات طيب عشان بس اودي برضو موضوع ثاني عن عن الطيق جيف اواي ثاني زي ما وعدت زي ما وعدتكم يا حقين الاكس بوكس لاني ما نسيتكم يا حبايبي انتم <applause> لعبه جيز اوف وور 3 ان شاء الله في المقطع هذا كل اللي عليك اذا عندك اكس بوكس بس حط انه ابغى اللعبه وما يحتاج ترسل لي مسج مره واحده اكتب رد ابغى اللعبه و... ولو تبغى تناقش الموضوع اللي راح اتكلم عنه برضو شيء راجع لك تبغى تحط لو تبغى تحط لايك تبغى تحط فيفروت برضو شيء راجع لك يعني ما ابغى اضغط على احد واقول والله حط لايك وحط فيفرت واصير يعني من النوع اللي يزن على على الشخص فزي ما قلت الاسامي للحين موجوده على الصوره بعد شيء راح تختفي موضوع اليوم اللي ابغى اتكلم عنه هو موضوع له دخل في في السالفة اللي كنا نتكلم عنها من قبل اللي هي حقت اللي مجتمع اللاعبين العرب والكلمة هذه اللي صارت تنقال في كل مكان ادري أني يمكن ممكن ممكن اني صجيتكم في البداية بس قبل الله قبل لا ادخل في الموضوع يعني اتمنى من اي شخص هارد كور جيرز فور ليش يشيل علي لانه انا ترى اول مرة العب اللعبة ما اعرف العبها كويس بادي اتعلم يعني وما اقول اني واو باللعبة او فنان او اني العبها من جيرز 1 لا بس انا أعرف أساسيات اللعبة، أعرف ايش أسوي، أعرف ايش ما أسوي، هذا كان راوند واحد فقط من را... من ثلاث راوندات للاسف مسحت الراوندين الث... مسحوا والراوند... الراوندين الثانيات ف لكن سويت كويس يعني الحمد لله. أم... فالموضوع نرجع له اللي هو كلمة مجتمع اللاعبين العرب أو لل... السالفة هذه اللي قاعد تنقال، أدري إني عدت الموضوع أكثر مرة لكن الموضوع جدا يهمني وأبغى أعرف رأيكم وأبغى أعرف ليش احنا ما نقدر نسمي نفسنا مجتمع اللاعبين العرب؟ ايش اللي يمنعنا ان ما نسمي نفسنا الشيء هذا؟ اه ناس كثير قاموا عليه الفتره الاخيره وقاموا يقولون اه ليش انت قمت تنزل مقاطع بالانجليزي؟ يا اخي احنا عرب يعني رحت رحت عند الاجانب هم خلوا هم يتكلمون عربي. يا جماعه الخير انا ما سويت شيء غلط، انا اللي كل اللي سويته انه قاعد احاول احاول اوصل صوتنا. حنا كعرب ما اقول انه والله انا امثلكم، لا بالعكس انا انسان واحد بس فيكم، انا بني ادم زي زيكم او لاعب او جيمر زي زيكم. بس ابغى اوصل صوتي للاجانب هذول يعني زي مثلا المقطع الاخير اللي تكلمت فيه عن باتل فيلد او البيتا حق باتل فيلد ناس اجانب كثير شا شافوه وناس والله ارسلوا لي مسجات على قناتي وقالوا لي والله انا اتوقع انه انت ما شاء الله يعني مو انت ما شاء الله ما قال ما شاء الله لكن <applause> لكن قال والله انا ما توقعت اني اشوف عرب لهالدرجه هذا طبعا شان لي بالسنايبر فجاه فقال لي إنما ان ما توقعت اني القى عرب زي كذا قال لي انت كيف جبت السبسكرايبرز حقين كيف جبت المشتركين قلت ترى احنا مجتمع كامل زي ما انتم مجتمع ترى احنا مجتمع برضو ونبغى نفس اللي انتم تاخذونه من الشركات زي زي بلاي ستيشن او زي بلاي ستيشن وزي مايكروسوفت ف هذا اللي بس بغيت اقوله انه المقاطع اللي راح انزلها اللي هي الاجنبيه او المقاطع اللي بالانجليزي أه ما بي احد يضايق منها لانه برضو ترى هذه تساعد قناتي يعني زي ما انت تعطيني لايك وفيفورت والشغلات هذه تساعد قناتي مقاطع الانجليزيه راح تساعد قناتي يعني انا عندي مشتركين اجانب عندي تقريبا تقريبا 250 امريكي مو امريكي 250 شخص من امريكا ومن بريطانيا مجموعهم تقريبا 500 واحد يعني فما بالك من, من سبع آلاف خمسمية واحد مشتركين اجانب ما يتكلمون الانجليزي لازم برضو تعطيهم الـ 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 طبعا لكم الحق انتم كعرب اولا اولا يعني انا عربي وما ما ابغى اساعد غير العرب يعني اول واخير العرب ابغى اساعد العرب ف هذا اللي انا ابغى اوصله في النهايه انا ما انا ما احس اني سويت شيء غلط لما نزلت مقاطع بالانجليزي لا بالعكس ناس كثير يطلبوا مني او قالوا لي نزل مقاطع طيب حط ترجمه الترجمه جدا صعبه خصوص حتى الترجمه الصوتيه اللي ناس كثير قالوا لي عنها واعرفها انا كويس لكن جدا صعبه ما هي سهله يعني ما يبغى لها شغل اكثر من الشغل انا قاعد اسويه خصوصا ان الجامعه بدت على طاري الجامعه في سالفه بسيطه اليوم صارت لي في في الجامعه انه انا منزل ماده ماده رياضيات هي ماده احصاء فرحت للمكتبه ابغى اشتري كتاب و وصلت عند الحق عند الكتب يعني والشغلات هذه قاعد اشوف السعر حق الكتاب طبعا احنا نشتري الكتب فسعر الكتاب 400 ريال انا يعني لما شفت الكتاب و400 ريال قلت يعني معقوله يعني اذا انا اكره الرياضيات اساسا اروح اشتري كتاب 400 ريال فيعني خلوها على ربكم <وضوع> ما هو موضوعي يعني زي ما قلت انا موضوعي المهم واللي مره مره يهمني اللي هو مجتمع مو مجتمع بطل الكلمه هذه احنا احنا يعني اخويا وشباب يعني مسوي شيء كلنا نحبه يعني اللي هو الجيمز ويحق لنا يعني يحق لنا نطلب الـ 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 هذا يعني هذه حقوقنا احنا على قولتهم يحق لنا نطلب الشغلات هذه لانه احنا نبغى يعني احنا نبغى الزياده يعني نبغى والله دعم مثلا انا اليوم رحت شريت فيفا انا مسجل المقطع هذا الفجر الساعه الحين واحده الفجر في يوم مو نزول فيفا توني جاي حتى من جيم ستوب او محل الالعاب وجايب فيفا فيفا عندي في امريكا ما فيها تعليق عربي فهذا هذا هو يعني مسوين زي على قولتهم في كل منطقة منزلين شيء مثلا في, في, ال في الشرق الاوسط منزلين حق الشرق الاوسط وحق ال حق اوروبا حق اوروبا وانا ما عندي تعليق عربي فعشان كذا يعني انا كان توقعت انه المفروض انه يكون في كل ال في كل الاجزاء او مو باجزاء في كل الاشرطة او كل المدن او كل الدول لكن يعني شو نقول على العموم زي ما قلت عشان ما ما انزلك في النهاية الاسامي موجودة في البداية اللي فازوا جيرز أه Gears of War giveaway مع الفيديو هذا بس عليك انك تناقش الموضوع اذا تبغى بس قول ابغى الشريط اذا عندك اكس بوكس آه الشريط راح ينرسل لك عن طريق البريد السعودي اذا كنت خارج المنطقه الشرقيه اذا كنت جوا المنطقه الشرقيه راح يتوصل لك يد بيد ما ادري عاد صراحه عن الشخص اللي بيوصله عاد وبس اعطوني رايكم انتم في الموضوع قولوا لي شو تحسون وش ما تحسون او الشغلات هذه إن شاء الله اذا تبغوني انزل جيرز اوف 4 زياده علموني عندي مقاطع برضو زياده كم معكم يا شباب كان معكم ياسر جيمر زي دايم كيب سمايلينج تيك السلام عليكم